تفاصيل أكثر عن هذه القرية مع مصطفى عمر الطه، أحد وجهاء قرية الدويلة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا صباح الخير لكم، لك بكل أهل القرية. أهلا وسهلا أنسي، حياك الله جميعا، تفضلوا. يسعد صباحك، بدنا نعرف منك يعني ليش كل هذا الإهمال لهي القرية وخاصة موضوع المياه؟ في البداية نحن سكان قرية الدويلة نعتمد على تجميع المياه في فصل الشتاء بآبار أو خزانات لتجميع المياه واستعمالها في فصل الصيف للشرب وسقاية الحيوانات، وهذا لا يكفي بالنسبة لأهالي القرية، وعند الحاجة نقوم بشراء صهريج سعة 15 برميل بمبلغ 500 ل 600 ليرة تركي، وتكون مسافة الصهريج من المدينة أو للقرية ب 16 كيلو متر. لكن هي المي بالنسبة للمي اللي عم تذكر أنه أنتم بتجمعوها بفصل الشتاء حتى تشربوا منها بالصيف، هل عم تكون كافية وهل هي أصلا صالحة للشرب؟ يعني ذكر أحد الأشخاص الموجودين بهي القرية أنه عم يطلع معها ديدان، فبالتالي أكيد رح تأثر على صحتكم وحتى موضوع الصهاريج، بالإضافة أنه سعرها غالي أيضا ما في رقابة. ممكن يعني أكيد أنا ما عم غشش حدا أو عم بطعم بحد، بس ممكن تكون أيضا ما أنا صالحة للشرب، ما في رقابة عليها. نعم نعم، إن سبب انقطاع المياه هو شراء مضخ تضخ المياه من المفرق إلى الخزانات، ومن ثم تقوم الخزانات بدفع المياه إلى القرية، وهي حالة تؤلم كل إنسان، لأن شراء الصهريج الواحد سعة 15 لل 20 برميل 500 ليرة تركي أو 600 ليرة تركي. بالنسبة للحلول لا يوجد حلول قريبة أو بعيدة لمشكلة المياه في القرية، لسبب بعد القرية وعدم توجيه المعنيين بهذا الأمر للقرية، ولا يوجد داعم من أجل شراء مضخة تضخ المياه للقرية من المفرق حتى القرية والقيام بما يحتاجونه من تمديدات ضمن القرية. طب شو الحلول؟ لكن رفعتوا الشكاوي، حكيتوا مع حدا؟ والله يا أختي الكريمة رفعنا شكاوي، ورفعنا بكل ما نحتاج. لأي جهة؟ للجهات المعنية ولم حدا يستجيب حتى الآن. طيب اذكرنا إياها، من هي الجهات المعنية اللي أنتم اشتكيتم عليها ولليوم ما استجابت؟ إحنا ما قام نحكي بشيء ثاني، وقام نحكي عن ماء، يعني الناس عم تشرب مياه غير صالحة للشرب بأطفال بنساء بحوامل، يعني أتوقع حتى الحيوانات هي ما تنفع، يعني آسفة بس فعلا موضوع المياه موضوع جدا مهم لحياتنا، ومثل ما ذكرت إنه عم تضطروا تشتروها بسعر غالي، وحتى لما بتجي السعر غالي عم تكون غير صحية. من هي الجهات اشتكيتهم عليها او اشتكيت لهم؟ والله يا انسي نحن قدمنا طلبات للجهات المعنيه للخدمات للمياه للمنظمات لجميع المنظمات اللي معنيه بهذا الامر، وحتى الان لم احد يستجيب الينا بهذا الموضوع. ما جتكم كشفيات المنظمات اللي انتم رفعتم مشكلتكم اليها؟ نعم أنسي، بالنسبة للمنظمات اللي أنتم وديتهم شكواكم إليها وأيضا قلتم أن أنتم بحاجة لمياه، هل جت منهم مثلا كشفية على القرية حتى تشوف مطالبكم ولا ما جت حد الآن كشفية؟ والله يا أنسي نقدم الطلبات، بعد ما نقدم طلبات يوعدونا أنه بده يطلعوا، لحتى اليوم ما حدا طلع إلينا ولا حدا زارنا نهائيا. كم سنة إلى هالحالة مصطفى؟ صار له طبعا من بداية الأحداث حتى اليوم، من تاريخ 2012 حتى اليوم لم يستجيب أحد إلينا. في مشاكل تعاني غير موضوع المياه عم تعاني من القرية؟ طبعا تعاني القرية من الصرف الصحي، من المياه، من الكهرباء، من الطرقات، من الصرف الصحي، من كل شيء يحتاجه الإنسان، ونحن بحاجة ماسة لخدمات طبية من أجل ولادة، من أجل إسعافات أولية، من أجل أي شيء يحتاج الإنسان في هذه القرية. يعني ذكر أحد الأشخاص بالتقرير أنه يعني حتى شبكات المياه اللي كانت تستخدم لضخ المياه هي سليمة، لكن ما يعرفون السبب ليش لليوم ما قام يتم ضخ المياه عن طريقها.
أنسي، بالنسبة لانقطاع المياه في عام 2011 قامت شركة المياه بدراسة وضع المياه في القرية، وبدأت العمل بعام 2012 بحفر خندق من المفرق إلى القرية لتمديد خط المياه لسقاية الناس وسقاية الحيوانات، وقامت الشركة ببناء خزانين لضخ المياه من المفرق حتى القرية. وعندما انتهت العمل في عام 2013 قامت شركة المياه بتجريب الخط، وكان العمل جيدا بالنسبة للعمل الذي قام به الشركة. بتمنى من المجلس المحلي والجهات المعنية بهذا الموضوع وأيضا منظمات أنه فعلا تهتم بهذا الموضوع، موضوع المياه، لأنه فعلا أهالي القرية عم يشتكوا من هذا الموضوع اللي صار له فترة طويلة. بدي أتشكرك على المعلومات اللي قدمتها مصطفى عمر الطه، أحد وجهاء قرية دويلة، كنت معنا من ريف إدلب. شكرا. أهلا وسهلا بك أختي الكريمة، نتأمل من الله ثم من حضرات المسؤولين يتوجهوا إلينا للنظر بأم أعينهم بوضع المياه، بوضع الكهرباء، بوضع الطرقات، بوضع الصرف الصحي، بوضع المدرسي، نتمنى من قلبنا أكيد، التعليم وأهمها التعليم والمياه والغذاء. والله كلهم هذه كلهم طبعا. فعلا يعني القرية عم تعاني من فقر بالخدمات كلها. شكرا على المعلومات اللي قدمتها.